بضابط أمريكي ودعم دولي، بالإضافة إلى مليار دولار تقريباً، تصدت إسرائيل لهجوم صاروخي هو الأول من نوعه تاريخياً في عدائها مع طهران. فكيف تصدت تل أبيب لهجوم إيران؟ 300 تهديد جوي إيراني كان يحمل 60 طناً من المتفجرات استطاع الجيش الإسرائيلي أن يتعامل معها، باستثناء بعض القذائف التي ضربت قاعدة للجيش الإسرائيلي في جنوب إسرائيل، ما أدى إلى أضرار طفيفة في البنية التحتية بحسب ما نشره الجيش الإسرائيلي. وتم هذا التصدي بثلاث دوائر دفاعية لمجابهة الهجمة الإيرانية. فقبيل أن تصل الكثير من المسيرات الإيرانية إلى إسرائيل، كانت هناك قوات أمريكية وبريطانية وفرنسية قد تعاملت مع جزء كبير منها، إضافة إلى طائرات F-35 التي كانت تحوم في الجو، وتمكنت خلال عملية السيوف الحديدية من تدمير صواريخ إيرانية عدة أرسلت من لبنان وسوريا واليمن باتجاه إسرائيل قبل أن تصيب أهدافها. أما الدائرة الثانية فهي التشويش على منظومات التوجيه التي استخدمتها إيران في هذا الهجوم، مثل نظام GPS، الأمر الذي ساعد الدفاعات الإسرائيلية من إسقاط بعض الصواريخ في البحر أو في الصحراء. أما الدائرة الثالثة فهي بطاريات الدفاع الأرضية التي تمثلت في منظومات RO2 و3 والقبة الحديدية. وتمت عملية صد الهجوم بتنسيق كامل مع وزارة الدفاع الأمريكية التي كان يمثلها ضابط اتصال في غرفة التحكم في منظومة الدفاع الجوي الصاروخي آرو، بحسب تصريحات تداولتها وسائل الإعلام العالمية نقلاً عن مسؤول إسرائيلي بارز. واعتمدت إسرائيل في التعامل مع هذا الهجوم بشكل رئيسي على منظومة الدفاع الجوي الصاروخية RO2 وRO3 بعيدة المدى، والتي تعترض الصواريخ البالستية خارج الغلاف الجوي للأرض عن طريق رأس حربي قابل للانفصال لتدمير الهدف. وهي منظومة تم تطويرها بالتعاون مع شركة بوينغ ووزارة الدفاع الأمريكية. واستطاعت منظومة RO3 من إسقاط 110 صواريخ خارج المجال الجوي بتكلفة قد تصل إلى 385 مليون دولار بحسب ما نشرته صحيفة معارف الإسرائيلية، بينما لم تعلق الحكومة الإسرائيلية على هذه الأرقام، إذ قال وزير المالية بتسئيل سموتريتش عندما سئل عن تكلفة عمليات الاعتراض إنه لا يعرف. هجوم إيراني كلف إسرائيل الكثير من الأموال، ولكنه على جانب آخر حشد معها تكاتفاً دولياً لمساعدتها. فهل أنقذ الهجوم الإيراني إسرائيل من عزلتها الدولية؟